بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم طالباتي العزيزات، طالبات الصف الثاني الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في مادتنا الجميلة اللغة العربية. عزيزات الطالبات، سوف نبدأ اليوم في أول درس من دروس الفصل الدراسي الثاني في مادتنا اللغة العربية. ولكن قبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم، هيا بنا كي نتعرف على رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي. هيا بنا. بالعلم نبني قطر بإذن الله تعالى. وبعد ذلك هيا بنا كي نتعرف على رؤية مدرستنا. رؤيتنا هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ محافظًا على أخلاقه وقيمه ومستخدمًا للتكنولوجيا الحديثة. معنى ذلك أنه يجب علينا أن نتمسك بالأخلاق الفضيلة والأخلاق الحسنة، هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة حتى نواكب تطورات العصر الحديث ونتقدم ولا نتأخر عن بقية الأمم. وبعد أن تعرفنا على رؤية مدرستنا، هيا بنا كي نتعرف على قيمتنا الأسبوعية. قيمتنا هي قيمة التسامح. ما أجمل هذه القيمة! التسامح هو من الأخلاق الحميدة التي يدعونا إليه ديننا الإسلامي. فالتسامح هو التجاوز عن أخطاء الآخرين، والتسامح يجب علينا عزيزات الطالبات أن نتحلى بهذه الصفة الجميلة حتى يحبنا الله ويحبنا الرسول الكريم ونفوز بالجنة بإذن الله تعالى. وبعد أن تعرفنا على رؤيتنا وقيمتنا الأسبوعية، هيا بنا كي نتعرف على قوانين الصف وقوانين مشاهدة الفيديو. هيا بنا. 1 2 3 4 5. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، نرفع أيدينا لنشارك، نلوح بيدينا لنسلم. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، نرفع أيدينا لنشارك، نلوح بيدينا لنسلم. هذه هي قوانين الدرس، هيا نقولها في همس. احضر على الوقت وألتزم بالصمت، اجلس في مكاني وأنظر للشاشة، أجلس جلسة صحيحة وأضحك ببشاشة، لا أقاطع لا أتكلم حتى يأذن للمعلم. هذه هي قوانين الدرس من الواحد حتى الخمس، مع تحيات. والآن عزيزات الطالبات، كما تعودنا في بداية كل حصة وفي بداية كل فيديو، لابد أن نستمع إلى أنشودة الوحدة. ويا ترى ما هي أنشودة الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني؟ أنشودتنا هي بعنوان ما أمهرني. هيا بنا كي نستمع إليها. تابعي معي ورددي خلف الصوت. ما أمهرني، قولوا قولوا ما أمهرني، وأنا في حلم اليوم سعيد. لا لست أؤجل أعمالي، سأنظم وقتي كيف أريد. أتدرب أعمل لا أشكو، يومي كم يشبه يوم العيد. أتعرف أبحث وأفكر،
حتى أتعلم كل جديد. بارك الله فيكم. والآن عزيزات الطالبات، يا ترى أول درس من الوحدة الأولى في الفصل الدراسي الثاني ما هو؟ كما تعودنا، ما أجمل القصص، لابد أن تبدأ الوحدة بالقصة. ويا ترى ما هو عنوان قصتنا لهذا اليوم؟ هيا بنا أولا كي نشاهد هذه الصورة الجميلة حتى نتعرف على عنوان قصتنا لهذا اليوم. يا ترى ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نعم، نرى في هذه الصورة أم وأيضا ابنة وولد، ويبدو أنهما في حديقة منزل جميل، أليس كذلك؟ نعم، ويوجد هنا شجرة. وما هذه الثمار؟ نعم، إنها ثمار الزيتون. وما هذا؟ إنه زيت الزيتون. وهذا الخبز. وما هذا؟ إنه زيتون لونه أسود. وهذا زيتون لونه أخضر. وهذا يبدو عليه أنه زعتر، أليس كذلك؟ نعم. يا ترى أين تتوقعي عزيزتي الطالبة أن يكون هذا البيت الجميل؟ ولماذا؟ فكري معي، يا ترى أين يوجد؟ والآن هل تعرفتم على اسم قصتنا لهذا اليوم؟ نعم، إنها قصة الوحدة الأولى، عنوانها شجرة الزيتون، رقم الصفحة 11. والآن هيا بنا كي نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. في نهاية الحصة تستطيع الطالبة أن تستنتج معلومات محددة من القصة المسموعة استنتاجا صحيحا بإذن الله تعالى. والآن هيا بنا عزيزتي الطالبات كي نفكر، يا ترى عن أي شيء يدور النص؟ ويا ترى متى سافر راشد مع أسرته في رحلة إلى بلد عربي؟ كل هذه الأسئلة سوف نستطيع الإجابة عليها فور استماعنا للقصة. فهل أنتم مستعدون؟ نعم، هيا تابعي معي واستمعي جيدا إلى القصة حتى نستطيع أن نستنتج معلومات صحيحة ومعينة نستطيع من خلالها فهم القصة. هيا تابعي معي وانتبهي. شجرة الزيتون. في عطلة الصيف سافر راشد مع أسرته في رحلة إلى بلد عربي، وأقاموا في بيت جميل، وكان في حديقة البيت شجرة زيتون كبيرة. تناول راشد حبة زيتون خضراء ووضعها في فمه، ثم أخرجها وقال: أمي أمي، طعم الزيتون مر. ضحكت أمه وقالت: الزيتون لذيذ يا راشد، ولكنه لا يؤكل بعد قطفه مباشرة من الشجرة. الزيتون يا بني يحتفل الفلاحون بقطافه في الخريف، ونحن في الصيف ولم ينضج بعد. تعال وخذ قطعة الخبز هذه، وقد وضعت لك فيها زيت الزيتون والزعتر. فرح راشد وقال: أنا أحب الزيت والزعتر، فالزيت ليس مراً مثل الزيتون. قالت أمه: هذا الزيت من هذا الزيتون. ثم شرحت لراشد كيف يتم قطف الزيتون وغسله وعصره في المعصرة للحصول على زيت الزيتون، وكيف يحفظ بالماء والملح والليمون لنستمتع بمذاق حبات الزيتون. قال راشد: أنا أحب الزيتون، وسأزرع شجرة جديدة في حديقة بيتنا وأعتني بها عندما أعود لوطني. والآن عزيزات الطالبات، هل تعرفنا الآن عن أي شيء يدور النص؟ نعم، يدور النص عن شجرة الزيتون. ما أجمل هذه الشجرة المباركة، إنها ذكرت في القرآن الكريم. نعم، والتين والزيتون.
وهذا إن كان يدل على شيء يدل على أهمية الزيتون وزيت الزيتون. والسؤال الآن لمن تابعت معي القصة، يا ترى متى سافر راشد مع أسرته في رحلة إلى بلد عربي؟ متى؟ انتبهي عزيزتي الطالبة، متى تسأل عن الزمان وعن الوقت؟ في أي وقت سافر راشد مع أسرته في أي وقت؟ نعم، سافر راشد في عطلة الصيف. سافر راشد في عطلة الصيف. أحسنتي، بارك الله فيك. والآن هيا بنا كي نجيب على هذه الأسئلة. أين أقام راشد مع أسرته في الرحلة؟ يا ترى أين أقام راشد؟ نعم، في بيت جميل. أقام راشد مع أسرته في بيت جميل. في بيت جميل. السؤال الثالث، ماذا شاهد راشد في حديقة البيت؟ ماذا شاهد؟ نعم، شاهد راشد شجرة زيتون كبيرة. شاهد راشد شجرة زيتون كبيرة. سؤال آخر، يا ترى ما طعم حبة الزيتون التي وضعها راشد في فمه؟ ما طعمها؟ هل كان طعمها حلو أم مر؟ نعم، طعمها مر. سؤال آخر، متى يقطف الفلاحون ثمار الزيتون؟ نعم، يقطف الفلاحون ثمار الزيتون في فصل الخريف. سؤال آخر، ماذا وضعت أم راشد لابنها في قطعة الخبز؟ يا ترى ماذا وضعت له؟ نعم، وضعت الأم لابنها زيت زيتون وزعتر، زيت الزيتون والزعتر. سؤال آخر، ماذا نفعل لنستمتع بمذاق حبات الزيتون؟ ماذا نفعل؟ أحسنتم، لابد أن يحفظ الزيتون بالماء والملح والليمون حتى يصبح مذاقه جميل، أليس كذلك؟ نعم، يجب علينا أن نحفظه بالماء والملح والليمون. سؤال آخر، هل أحب راشد الزيتون؟ وكيف عرفت؟ نعم، بالفعل أحب راشد الزيتون، وعرفنا ذلك لأنه قال أنه سوف يزرع شجرة زيتون عندما يعود إلى وطنه وسوف يعتني بهذه الشجرة، أليس كذلك؟ نعم، إنها شجرة جميلة، شجرة الزيتون. والآن عزيزات الطالبات، هل استمتعنا بالقصة؟ هيا قومي باستنتاج المعلومات المفيدة من هذه القصة، وحاولي أن تتحدثي عن قصة شجرة الزيتون بلغة عربية فصيحة. والآن يوجد عندي سؤال جميل، من أنا يا ترى؟ ثمرة مفيدة وطعمي لذيذ ولوني أخضر وذكر اسمي في القرآن الكريم، يا ترى من أنا؟ من تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، قد تأكدت الآن أنكم طالبات مبدعات، وشكرا لكم. أتمنى عزيزات الطالبات أن نكون قد استفدنا من درسنا لهذا اليوم، وألقاكم على خير بإذن الله في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة، لغتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.